ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكرني في حيلتك، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترع عليك ولم يرزك خرج عن قدرتك. ساتھ میں پڑھے، یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب. بک عرفتك وانت دللتني اليك ودعوتني اليك، ولولا انت لم ادري ما انت. الحمد لله الذي ادعوه فيجيبني، وان كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي اساله فيعطيني، وان كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي اناديه كل ما شئت لحاجتي، واخلو به حيث شئت لسري، بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا ادعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لا خلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينونني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيئا إني وأحق بحمدي. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا، ومناهل الرجاء إليك مطرا، والاستعانة بفضلك لمن أملك مباها، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا، وأعلم أنك للراجي بموضع إجابة، وللملحوفين بمرصد إغاثة، وأنا في اللهف إلى جودك والرزا، والرزاء بقضائك عوضا من منع الباخلين، ومندوحة أما في أيدي المستعثرين، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، وقد قصدت
إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استجابة لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئ إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك الحق ووعدك السيد وأسأل الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رافتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرة ونوهت باسمي كبيرة فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيع إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيع إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنب ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرم أدعوك يا ربي هاربا راغبا خائفا إذا رأيت يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي مولاي ذنوبي فزئت وإذا رأيت كرمك طمئت فإن فوت فخير راحم وإن عذبت فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك ما إتياني ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي ما قلة حيائي رافتك ورحمتك وقد رجوت أن لا تخيب بين زيني وزين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من داه دعين وأفضل من رجاه رعجين عظم يا سيدي أملي وسع عملي فعاتني من عفوك بمقدار عملي ولا تؤاخذني بعسوة عملي فإن كرمك يجل عن مجارات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين وأنا يا سيدي عائز بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من السفه عمن أحسن بك ظنا وما أنا يا ربي وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك
وعفو عن توبيخي بكرم وجهك، فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين، بل لأنك يا ربي خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين، ستار الغيوب غفار الذنوب، علام الغيوب ستستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك، فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك، ويحملني ويجرعني على معصيتك حلمك أني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويسرعني إلى التوسم على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك، يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المال يا قديم الإحسان، أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الحنية؟ أين ثناؤك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ أين كرمك يا كريم؟ أين كرمك يا كريم؟ بمهي وبمحمد وعال محمد فاستنقذني، وبرحمتك فخلصني، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، لست أتكل في النجاة من إقامك على أعمالنا. عزيزان الكرامي، جب جملہ امام سجاد کا ہے، جب امام فرما رہے ہیں اے میرے معبود، میں اپنی سزا سے نجات پانے کے لیے اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. آپ سوچیں، جو امام رات کی تاریکیوں میں مناجات میں ڈوبا ہو، وہ امام جس نے ایک گناہ نہ کیا ہو، وہ امام جس نے زندگی بھر ایسی عبادت کی ہو جس کو جو ہے سید سجاد کا لقب ملا ہو، سید العابدین کہا جاتا ہو، جب وہ آقا اپنے اعمال کے لیے، شاید وہ ہمیں سکھانے کے لیے ہو، ہمیں سکھانے کے لیے کہہ رہا ہو کہ تمہارے اعمال میں سے کوئی ایسا اعمال نہیں ہے جس سے تم خدا کے سامنے جا کر یہ فریاد کرو، کہہ سکو اے اللہ یہ عمل لایا ہو، اس کی بنا پر مجھے نجات دے دے. عزیزان گرامی، آپ تصور کریں، اور آپ کے پاس اور میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہیں اے اللہ، آج کی شب میں اور ہمیشہ ہم تیری ان رحمت کے محتاج ہیں. پروردگار، نہ کوئی اچھائی لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا اعمال لے کر آئے ہیں جس سے کہہ سکے ہاں اے میرے معبود، ہم وہ دل لے کر آئے ہیں جس دل میں یقیناً دل میں گناہ کیا ہے، لیکن اے اللہ اسی دل سے ہم نے ان پاکیزہ اماموں کی ولایت کو قبول کیا ہے جن کی ولایت کو تو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے. اے اللہ، انہی اماموں کی مظلومیت کا واسطہ، اے اللہ اس شب میں
انہی ماہ مبارک رمضان میں اس علی مرتضیٰ کا واسطہ جس نے تیرے لیے تیرے راستے میں ہر قربانی عطا کی. ارباب اعضا نے چند جملے امام علی کے واسطے سے, امام علی کے وسیلے سے اور امام علی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, اور اسی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. پروردگار, وہ علی جو دنیا کا سب سے مظلوم ترین انسان ہے, پروردگار جس کے حق کو اس طرح غصب کر لیا گیا جیسے کہ وہ ہمارے باپ کی جاگیر ہو, اس علی کا واسطہ جس نے تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں سر پر ضربت کھائی, ایسی ضربت کہ تاریخ نے ایک عجب جملہ لکھا ہے, امام کے سر پہ ضربت لگی, امام خاک کے کوفہ کو, مسجد کوفہ کی خاک کو اپنے سر پہ ڈالتے تھے اور کہتے تھے فست برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارباب اعضا امام کہنا چاہتے تھے کہ اے اللہ, جس طرح میں اس دنیا میں بھوکا آیا تھا, ساری زندگی تیری محبت میں بھوکا رہا, اور اے اللہ آج روزے کی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. تاریخ کہتی ہے ضربت لگی, ایک بار جبریل کی آواز آئی, واللہ لقد تحطمت ارکان الہدا, خدا کی قسم ہدایت کے مینارے گر گئے. یہ آواز جب شہزادی کے کانوں میں آئی, کہا بھیا حسن دیکھو تو صحیح کوفے میں کیا گزر گئی. امام آئے, اللہ کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو امام حسن اور امام حسین نے دیکھا. امام حسن نے دیکھا, تڑپ گئے, ایک بار تڑپنا تھا. امام کی آواز آئی, بیٹا پہلے نماز مکمل کرا دو. حسن نے کیسے نماز مکمل کرائی مجھے نہیں پتا. اس کے بعد اصحاب جمع ہوئے, امام کو بیت الشرف کی طرف لے جانا چاہتے تھے. علی کی مظلومیت دیکھو, ایک بار امام نے کہا بیٹا میں اپنے قدموں سے گھر نہیں جا سکتا ہوں, بیٹا یہ زخم اتنا کاری ہے کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں, بیٹا گلیم لاؤ. چادر منگائی گئی, امام کو اس میں لٹایا گیا, اصحاب نے چاروں طرف سے چادر کے کونے کو پکڑا. دو جملہ کہنا ہے عزیزو, آپ امام کی مظلومیت پر آنسو بہائیے اور اسی کے ساتھ اللہ سے کہیے اللہ میں کوئی ایسا عمل نہیں لے آیا ہوں جو میری نجات کا سبب ہو سکے, لیکن علی کی مظلومیت میں گریہ کر رہا ہوں اور اسی کو واسطہ قرار دے رہا ہوں. اللہ آج کی شب مجھے جہنم سے آزاد کر دے. پروردگار میری ایک توبہ کو قبول کر لے, میری دعاؤں کو قبول کر لے. ارباب اعضا, چادر منگائی گئی, امام کو لٹایا گیا, اصحاب نے پکڑ لیا چادر کو چاروں طرف سے. اب تاریخ کہتی ہے مسجد کوفہ سے بیت الشرف کی طرف آگے بڑھے, ایک بار امام حسن نے زور زور رونا شروع کیا. جیسے ہی رونا شروع کیا امام نے آنکھیں کھولی, امام حسن کو دیکھا. اب امام کو دلاسہ دے رہے ہیں, بیٹا حسن خاموش ہو جاؤ, بیٹا نہ رو, دنیا میں ہر انسان کے باپ کو اس دنیا سے جانا ہے. اے میرے لال, تمہارا باپ تنہا نہیں ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے, تمام انبیاء اس دنیا سے گئے ہیں, بیٹا خاموش ہو جاؤ. امام تسلی دے رہے, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مولا یہ کوفہ ہے, آئیے ذرا سید سجاد کی حالت دیکھ لیجئے, کوئی پرسہ تو دینا دور کی بات, کوئی درے مارتا ہے, کوئی تانے دیتا ہے, اور امام سجاد کی مظلومیت یہ ہے بہنوں کو برہنہ سر لے کر کبھی کوفہ اور کبھی شام کے بازاروں سے گزر رہے ہیں. ارباب اعضا, امام حسن خاموش ہوئے تو تھوڑی دور آگے بڑھے تھے اصحاب لے کر, امام حسین نے زور زور رونا شروع کیا. اب مقتل کا عجب جملہ ہے, امام حسین کو امام نے خاموش نہیں کیا بلکہ قریب بلایا, سینے سے لگایا, اس کے بعد ایک عجب جملہ فرمایا, اے میرے لال حسین, ارے تو مجھ پر روتا ہے, بیٹا کربلا میں کوئی نہیں ہوگا جو تیرے آنسوؤں کو پوچھے گا, آ بیٹا میں علی, ارے تجھے اپنے کلیجے سے لگا لو, میں بھی تیری مصیبت میں تھوڑی دیر رو لوں. حسین کو لگا کر تھوڑی دیر تک امام روتے رہے, یہاں تک کہ جب تھوڑی تسکین ملی تو ایک قافلہ پھر آگے بڑھا.
ارباب عزا بیت الشرف کے قریب پہنچے, ایک بار امام حسن سے کہا بیٹا اصحاب کو رخصت کرو, اے بیٹا اصحاب کو رخصت کرو اور مجھے اس چادر سے اٹھاؤ, میرا بازو کو تھامو اور مجھے اس طرح گھر میں لے چلو. امام حسن نے پوچھا بابا وہ کیوں؟ کہا بیٹا میں گھر سے گیا تھا تو اپنے پیروں پر گیا تھا, میری زینب انتظار کر رہی ہوگی اور جب دیکھے گی میرا بابا چادر میں آیا ہے تو تڑپ جائے گی, میں نہیں چاہتا میری زینب اس حالت میں دیکھ کر بے چین ہو. لو ارباب آزاد چادر ہٹائی گئی, امام کی اولاد نے امام کو سہارا دیا, بیت الشرف میں آئے, ارے زینب نے باپ کو دیکھا, یہ علی کہہ کے لپٹ گئی. اب تاریخ ایک جملہ لکھتے ہیں, علی نے زینب کو گلے جیسے لگایا, ارے کبھی بازوؤں کا بوسہ دیتے تھے اور کبھی اپنی مظلومیت پہ روتے تھے اور کہتے تھے اے بیٹا میری زینب, ارے یہ کوفہ ہے جتنا چاہے رو لے لیکن ایک وقت آئے گا میری زینب تجھے کوئی رونے نہ دے گا. اے میرے معبود, لست اتکلو فی النجات من عقابک علی اعمالنا بل بفضلک علینا لانک اہل التقوی واہل المغفرہ تبدع بالاحسان نعما وتعفو عن الذنب کرما فما تدری ما نشکر اجمیل ما تنشور ام قبیح ما تستور ام عظیم ما اولیت و اولیت ام کثیر ما منہ نجیت و آفیت یا حبیب من تحبب الیک و یا قرۃ عین من لاذ بک و انقطع الیک انت المحسن ونحن المسيئون. اے اللہ تو احسان کرنے والا ہے اور ہم گنہگار بندے ہیں, فتجاوز یا ربی عن قبیح ما عندنا بجمیل ما عندک وای جہل یا ربی لا یسع جودک وای زمان اطول من اناتک وما قدر تعمالنا فی جنب نعمک وکیف نستکثر آمالا تقان قابل بها کرمک بل کیف یزیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ یا باسط الیدین بالرحمہ فوعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برهت من بابك. اے اللہ اگر تو ہمیں اپنے دروازے سے بھگا بھی دے گا تو ہم تیرے دروازے سے جانے والے نہیں ہیں. ولا كففت عن تملقك اور نہ ہی ہم دعا مناجات سے اپنے آپ کو روکنے والے ہیں. لما انتہا الی من المعرفت بجودك وکرمك وانت الفاعل لما تشاء تعظم من تشاء بما تشاء کیف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا نشارك في امرك ولا تزاد في حكمك ولا يعترض عليك احد في تدبيرك لك الخلق والامر تبارك الله رب العالمين يا ربي هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وعرف احسانك ونعمك وانت الجواد الذي لا يزيق عفوك و
ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالصفع القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا ربي تخلف ذنوبنا أو تخيب أعمالنا كلا يا كريم كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك تمعنا ولا هذا فيك تمعنا يا ربي إن لنا فيك عملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما أسيناك ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجانا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا أنك حسنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل ساعتك فامنن علينا بما أنت أهل وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أسبحنا وأسمع أمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعم ونوارزك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك سائد ولم يزل ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفزل علينا بعلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم ثناؤك وفعلك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي سعد بڑے فالعفو سيدي اللهم اشغلنا بذكرك وعيذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورزوانك عليه وعلى أهل بيته إنه قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما
بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا، حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله، كذب العادلون بالله، وزلوا زلالا بعيدا، وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واختم لي بخير، واكفني ما همني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك واقية باقية، واجعل علي منك واقية باقية، ولا تسلمني صالح ما لم تابه علي، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم ارسني بحراستك، واحفظني بحفظك، واكلعني بكلاءتك، وارزقني حجك، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. عزیزان گرامی، یہ جملہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی قبر کی زیارت نصیب کر دے اور ائمہ کی زیارت نصیب کر دے، تو آپ ذرا تصور کریں کبھی بقیع کا، کہ آج جب ہم بقیع کا تصور کرتے ہیں تو آج بھی سید عالمیان کی مظلومیت شاید مدینے میں سب سے زیادہ ہو، اس لیے کہ بی بی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے آج بی بی کے آثار کو مٹانے کی ہر کوشش ہو رہی ہے. آپ کبھی سوچے بابا کی وفات کے بعد، پیغمبر کی وفات کے بعد بی بی اپنے گھر سے نکلتی تھی، اپنے بابا کی قبر پہ آتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، بابا آپ نے اپنی امت کو اتنی نصیحت کی تھی کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اے بابا آؤ دیکھو تمہاری دختر نیک اختر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اے بابا ابھی تو تمہاری کفن بھی میلی نہیں ہوئی ہے، میرے دروازے پہ آگ لگا دی گئی، بابا آؤ دیکھو، اے بابا آؤ دیکھو تمہارے بعد میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ارباب عزا، آپ تصور کریں، ہم بار بار کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی قبر کی زیارت نصیب کر دے، آپ تصور کریں ہم یہ ایک ساتھ کہتے تو ہیں لیکن جب مدینے جانتے ہیں تو کیسے کڑنا ہوتا ہے، نہ ہم بی بی کی زیارت کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا مستحدہ، سلام و آپ پر بی بی جن کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا. ہم نہ تو بی بی کی قبر پر جا کر دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی بی بی کو پرسہ دے سکتے ہیں. آپ تصور تو کریں، لیکن کوئی تو امام زمان سے پوچھے، شاید یہی تو وجہ تھی کہ ہر امام اپنی ماں کی مظلومیت کو اس طرح یاد کرتا تھا اور اس طرح روتا تھا جیسے آج ہی بی بی شہید ہو گئی ہو. ہاں کیوں نہ ہو، کوئی تصور تو کرے کہ وہ بی بی پہ مصیبت کون سی گزر گئی. کوئی علی سے تو پوچھے مولا آپ کب تک اپنی فاطمہ پر روئیے گا. میں نے روایت کا یہ جملہ دیکھا، ایک بار عمار نے پوچھا تھا مولا کب تک روئیے گا، آخر ان بچوں کو کون سنبھالے گا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دلاسا کب دے گا، مولا آپ اس طرح روئیں گے تو ان کو کون سنبھالے گا. ایک جملہ تڑپ کر علی نے کہا تھا سلمان
عمار تم کہتے ہو مولا آپ صبر کرے, میں بھی صبر کرنا چاہتا ہوں, لیکن بتاؤ کیا میں دنیا کا مشکل کشا نہیں ہوں, کیا میں دنیا کی فریاد کو نہیں پہنچتا ہوں؟ آج دنیا میں کوئی بھی آدمی ہے جو مجھے مشرق اور مغرب میں یا علی کہے اور میں مدد نہ کروں؟ کہا مولا ایسا تو ہے, آپ ہر ایک کے مددگار ہے. کہا عمار اسی گھر میں زہرا فریاد کرتی رہی اور میں زہرا کو بچا نہ سکا. اے عمار خدا کی قسم آج میں یہ دروازہ دیکھتا ہوں, آج یہ دروازہ دیکھتا ہوں تو میرے کانوں میں آواز آتی ہے فضا مجھے بچاؤ, آخر ان ملعونوں نے میرے بچے کو شہید کر دیا ہے, اے فضا مجھے در کر لو. لیکن ارباب عذاب مقتل کہتا ہے دروازہ گر گیا, ملعون اسی دروازے سے گزر گئے, سید عالم اس دروازے کے نیچے سے فریاد کرتی رہی, کوئی فریاد سننے والا نہ تھا. ہاں جب ایک بار بی بی کو ہوش آیا, فضا سے پوچھا فضا علی کہاں ہے؟ کہا مولا کو رسی گلے میں ڈال کر لے جایا گیا ہے. کہا فضا میری چادر لے کر آؤ, میں علی کو بچانے کے لیے جاؤں گی. لو ارباب عزت سیدہ نکلی, تاریخ کہتی ہے امام کو اپنے لے کر آئیں, گھر میں لے کر آئیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اے بی بی مدینہ تھا, آپ گھر سے نکلی تو علی کو گھر میں لیے واپس نہیں آئی, لیکن ہائے رے زینب کبریٰ جب خیمے سے نکلی تو عجب منظر دیکھا, حسین کے سینے پر شمر ملعون بیٹھا ہوا ہے, کنچل خنجر چلانا چاہتا ہے, سہرا کی بیٹی فریاد کرتی ہے عمر سعد میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تو ہم کھڑا دیکھ رہا ہے. ادھر بی بی کی آواز آئی, ادھر حسین نے اشارہ کیا بہن خیمے میں پلٹ جاؤ. اب جیسے ہی بہن پلٹی قیامت کا ایک منظر گزر گیا, سید سجاد نے تڑپ کر کہا, اے پھپھی اما وہ میرے بابا کا سر دیکھو, نوکے نزے پہ بلند ہو گیا. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك. اللہم اے اللہ میں ایسی توبہ دے دے پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہ کرے. وَعَلْحِمْنِ الْخَيْرَ وَالْعَمَلَ بِهِ وَخَشْيَتِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَا أَبْقَيْتَنِي يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللہم انی کلما قلتو قد تحیعتو وتعبعتو وقمتو للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نواسا إذا أنا سليت وسلمتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلح سريرتي ما لي كلما قلت قد صلح سريرتي وقرب من مجالس التوامين مجلسي عرضت لي بلية أضالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفزتني أو لعلك رأيتني غير شاكرين لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فغزلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني
عالفو مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فبعدتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني فإن أفويت فإن أفوت يا ربي فطالما أفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافأة المقصرين وأنا آيذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من السفه أمن أحسن بك زنا إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيتي وما أنا يا سيدي وما خطري حبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك وعفو أن توبيخي بكرم وجهك سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الزعل الذي هديت وأنا الوزي الذي رفعت وأنا الخائف الذي آمنت والجائع الذي أشبعت والأطشعن الذي أرويت والعار الذي كسوت والفقير الذي أغنيت والزيف الذي قويت والذليل الذي أعززت والسقيم الذي شفيت والسائل الذي آتيت والمذنب الذي سترت والخاطئ الذي أقلت وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا التريد الذي آويت أنا يا ربي الذي لم أستحيك أستحيك في الخلايا ولم أراقبك في الملأ أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اشترى أنا الذي أسيت جبار السماء أنا الذي آتيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمحلتني فما أرويت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما باليت فبحلمك أمحلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي لم أعصك حين أسيتك وأنا بربوبيتك جاهد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متحاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني حوايا وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد أسيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواسو أتى على ما أحسى كتابك من أملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي
عن القنوت لقنت انما تذكرها يا خير من دعا هداي وافضل من رجاه راج اللهم بذمة الاسلام اتوسل اليك وبحرمة القران اعتمد اليك وبحب النبي الامي القرشي الحاشمي العربي تهامي المكي المدني ارجو الزلفة لديك ولا توحش استئناس ايماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فان قوما امنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فادركوا ما املوا وانا امنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فادركنا ما املنا وثبت رجاك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فبعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألحم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه إلهي لو قرنتني من أسفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائه عيون الإباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تعميلي لعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك إني وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وعلي خيرتك من خلقك وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وانقل لي إلى درجة التوبة إليك وعيني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والأعمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لذجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مسيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تقاتلني وقد خفقت عند راسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسوال منكر ونكير إياي أبكي لخروج من قبري أريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذا الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وزلة
سیدی علیک مؤولی و معتمنی و رجائی و توکلی و برحمتک تعلقی تسیبو برحمتک من تشاء و تهدی بکرامتک من تحبو فلک الحمد علی ما نقیت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني افا بلساني هذا الكال اشكرك ام بغايه جهدي في عملي يرضيك وما قدر لساني يا ربي في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك واحسانك الهي ان جودك بسط عملي وشكرك قبل عملي سيدي اليك رغبتي واليك رحمتي واليك تعميلي وقد ساقني اليك املي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك عنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رحبتي يا مولاي بذكرك عاشق قلبي وبمناجاتك بردت علم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنبي المعاني لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبت على نفسك من الرافة والرحمة فالعمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم إيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني وتعشى عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري آتني لفقري ورحمني وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومؤولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك عظيم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكني الحاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإن العارف بفقري إلهي إن كان قدر أجلي ولم يقربني منك أملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل إللي إلهي إن أفوت
فمن اولى منك بالعف، وان عذبت فمن عادل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي، ارحم في هذه الدنيا غربتي، ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك زل موقفي، فاغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي، وعدم لي ما به سترتني، وارحمني سريا على الفراش تقلبني عيدي أحبتي، فتفزل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، حتى لا استعنس بغيرك يا سيدي، أن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي، فبمن استغيث إن لم تقلني أثرتي، فإلى من أفرو إلى من أفزو إن فقدت عنايتك في ذجعتي، وإلى من ألتجئ إن لم تنفذ كربتي، سيدي من لي ومن يرحمني إن لم يترحمني، وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي، وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي، سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك، إلهي حقق رجائي وآمن خوفي، فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك، إلا عفوك سيدي، أنا أسألك ما لا أستحقه، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لي وألبسني من نذرك ثوبا يغطي علي التبعات، وتغفرها لي ولا أطالب بها، إنك ذو من قديم وسفح عظيم وتجاوز كريم، إلهي أنت الذي تفيض سيبك إلى من لا يسألك، وعلى الجاهدين بربوبيتك، فكيف سيدي بمن سعى لك، وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك، تباركت وتعالت وتعاليت يا رب العالمين، سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك، يقرأ باب إحسانك بدعائي، فلا تورز بوجهك الكريم عني، واقبل مني ما أقول، فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني، معرفة مني برحمتك ورحمتك، إلهي أنت الذي لا يحفيك سائلون ولا ينقصك نائلون، أنت كما تقول وفوق ما نقول، أنت كما تقول وفوق ما نقول، اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما، أسألك يا ربي من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك اللهم
من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، يا خير من سئل وأجود من عطى، آتني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل هزانتي وإخواني فيك، وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي، واجعلني ممن أتلت عمره وحسنت أمله وأتممت عليه نعمتك ورزيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور، وأسبغ الكرامة وأتم العيش، إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما تقرب به في أناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا شرا ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد، والمقام في نعمتك والمقام في نعمك عندي، والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك النسيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع، واصرف عني يا سيد الأسوى واقضي عني الدين والظلمات حتى لا أتعزى بشيء منه، وخذ عني بأسماء وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من حمي وكربي فرجا ومخرجا، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي، وطهرني من الذنوب كلها، وأجرني من النار بعفوك، وأجلني وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى جسادهم وأرواحهم، ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار نار بحبي لك. إلهي وسيدي
ان كنت لا تغفر الا لاوليائك واهل طاعتك فالى من يفزع المذنبون وان كنت لا تكرم الا اهل الوفاء بك فبمن يستغيث المستسي فبمن يستغيث المسيون الهي ان ادخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك وان ادخلت للجنه ففي ذلك سرور نبيك وانا والله اعلم ان سرور نبيك احب اليك من سرور عدوك اللهم اني اسالك ان تملا قلبي حبا لك وخشيه منك وتصديقا بكتابك وايمانا بك وفرقا منك وشوقا اليك يا ذا الجلال والاكرام حبب الي لقاءك واحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحه والفرج والكرامه اللهم الحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين وعيني على نفسي بما تعين به الصالحين على انفسهم واختم عملي باحسنه واجعل ثوابي منه الجنه برحمتك وعيني على صالح ما اعطيتني وثبتني يا ربي ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا ربي يا رب العالمين اللهم اني اسالك ايمانا لا اجل له دون لقائك احيني ما احييتني عليه وتوفني اذا توفيتني عليه وابعثني اذا بعثتني عليه وابرئ قلبي من الرياء والشك والسمعه في دينك حتى يكون عملي خالصا لك اللهم اعطني بصيره في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معصيك وبيض وجهي بنورك وجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والحم والجوع والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من نفس لا تقنى وبطن لا يشبع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع وأعوذ بك يا ربي على نفسي وديني ومعلي ولا جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بحلكة ولا تردني بعذاب أليم اللهم تقبل مني وعال ذكري وارفع درجتي وحط وذري ولا تذكرني بخطيئتي وجل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رزاك والجنة
وآتني يا ربي جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاؤك فاتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك لجأت وبك استغثت ولجأت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يفك الأسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت رحيم الغفور. عزیزانِ گرامی، چند جملے ہیں اور ہماری دعا اختتام کو پہنچی. اس چند جملے میں ایک بات مجھے جو دل کو چھوتی ہے وہ یہ کہ آپ یہ جملہ کہتے یا غوثی عند شدتی، اے پناہ دینے والے میری پریشانیوں اور شدائد پریشانیوں میں میں تیری طرف آ کر جا کر پناہ لیتا ہوں اور تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تجھ سے جو ہے راز و نیاز کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتا ہوں اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مجھے فرج دینے والا نہیں ہے، بس تو میری فریاد کو پہنچ اور میرے لیے آسانی فراہم کر دے. عزیزانِ گرامی، اپنے لیے ایک فرج کی دعا کر رہے ہیں، ہمیں ایک دعا اپنے امام زمانہ امام کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج غیبت کے پردے میں تنہا بیٹھنے والا یا آبادی سے دور دور رہنے والا کیسی کیسی مصیبتیں کیسے کیسے غم برداشت کر رہا ہے. آج ہم اتنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر انس لے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دعا پڑھ رہے ہیں، لیکن امام کون سی وادی میں کہاں پر کس کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور کس سے اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہوگا، آپ اندازہ کریں. اس کے بعد ساری دنیا میں ان پریشانیوں کا ایک پریشانیوں کا کو دیکھ کر امام کا تڑپنا، امام کا بے چین ہونا، اور پھر امام کو یہ احساس کہ مجھے دنیا میں ہر ظلم کے بدلے کے لیے رکھا گیا ہے. عزیزانِ گرامی، شاید یہی وجہ تھی ایک چاہنے والے سے امام نے فرمایا، اس نے پوچھا آقا آپ نے میرے ساتھ احسان اتنا کیا ہے، مجھے یہ چیزیں عطا کی ہیں، مجھے اپنے اعمال کروایا، مجھے دعا پڑھائی، اے آقا کیا اپنے شیعوں تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہو؟ تو امام نے ایک عجب جملہ فرمایا جو امام کے درد کو بھی بتاتا ہے اور ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ ہم جب امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تو یہ جملہ ضرور اپنی زبان سے کہیں. امام نے فرمایا جا کر میرے شیعوں کو ایک پیغام دے دینا کہ میرے ظہور کے لیے دعا کرنا ہو تو میری پھپھی اماں کی مصیبت کو یاد کر کے، میری پھپھی اماں کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرے. مجھے نہیں پتا امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی پھپھی کا کون سا غم سب سے زیادہ ستاتا ہے، لیکن یقیناً جس طرح امام سجاد کو تڑپاتا تھا جب کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ غم کہاں برداشت کیا، تو امام نہیں کہتے تھے کربلا میں برداشت کیا، نہیں کہتے تھے کوفے میں برداشت کیا، کہتے تھے الشام الشام الشام. پوچھا آقا شام میں کیا گزر گئی کہ آپ شام کو اتنا یاد کرتے ہیں، شام کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ تو امام نے ایک عجب تاریخ کے جملہ فرمایا،
ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے تھے. امام نے فرمایا شام میں ہمارے ساتھ وہ ہو گیا جو کسی غلام کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہے, شام میں ہمارے ساتھ وہ کیا گیا جو کسی غلام اور نوکروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا, 700 کرسی نشین ان کے سامنے اپنی پھپھیوں کو لے کر جانا, اپنی بہنوں کو لے کر جانا, اور کیسے جانا ارباب عزا. ذرا وہ جملہ بی بی کا آپ سن لیں اور بات میں نے ختم کر لی. آپ اندازہ کریں انہی آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں, اے اللہ یہ جملے امام سجاد کے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. بے شک ہماری زبان پاکیزہ نہیں, بے شک ہمارا دماغ پاکیزہ نہیں, بے شک ہمارا وجود پاکیزہ نہیں, لیکن اے اللہ ایک معصوم امام کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا ہے. ہم بے شک گنہگار ہیں, لیکن اے اللہ ہمارے گناہوں کے بجائے ہم پر اپنی رحمت و کرم نازل فرما. عزیزان گرامی, آپ اندازہ کریں امام سجاد کو کتنا یہ تڑپاتا تھا. پوچھا آقا کیا ہوا شام میں؟ کہا تمہیں کیا پتا, اسی سے اندازہ کر لو کہ شام میں اہل بیت بکھر گئے تھے. شام میں منادی ندا کرتا تھا, آؤ علیہ رسول کی بیٹیوں کو تماشا کرو, آؤ علیہ رسول کو دیکھ لو, یہ زینب و کلثوم ہے جو بازاروں میں پھرائی جا رہی ہے. کوئی صدقے کی کھجور پھینکتا ہے, کوئی روٹیاں پھینکتا ہے, اور آلِ رسول پر یاد کرتے ہیں ہم آلِ رسول ہیں, صدقہ ہم پر حرام ہے, تم میں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو. شاید زینب کا یہ جملہ تڑپ کر تھا. بی بی نے امام سجاد سے کہا بیٹا میں اس طرح دربار یزید میں نہیں جاؤں گی, بیٹا اگر ہمیں لے جانا ہے تو ہماری ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لے, یا ہمیں چادر لا کے دے دے ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لے, یا ان شہدا کے سر کو آگے کر دے تاکہ وہ ان کو دیکھنے میں مصروف ہو جائے ہمیں نہ دیکھے. ارباب عزا, امام سجاد نے کچھ نہ کہا, ایک بار شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا امام سجاد کے پاس, کہا اے سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہہ دو اسی طرح باز دربار یزید میں چلی جائے, ورنہ میں اس تازیانے سے اذیت کروں گا. امام سجاد نے تو کچھ نہ کہا, کہا اے پھوپھی اماں ارے بابا کے سر کو دیکھ لیجئے. اب زینب نے جو سر اٹھا کر دیکھا امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا, تڑپ کر فرمایا بھیا اگر تم چاہتے ہو تمہاری زینب اسی طرح چلی جائے, اے بھیا لو زینب تمہاری یزید کے دربار میں اسی طرح داخل ہو جائے گی. امام زمانہ شاید آواز دے رہے ہو اے میرے چاہنے والوں, ارے میری پھپھی اما کی مصیبت یاد کر کے ان کو وسیلہ بناؤ اور دعا کرو اللہ ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. فاغثنی وفرج عنی یا من یفک الاسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر وعفو عنی الکثیر انک انت الرحیم الغفور. اللہم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی ویقینا حتی علم انہ لن یصیبنی إلا ما كتبت لي ورزني من العيش ورزني بما عيش لي إني أسألك بما إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورزني من العيش لي رزني بما رزني من العيش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. عزیزان گرامی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئیے ہم چند دعا کریں, اپنی دعا کو اختتام تک لے جائیں. الہی بحق سہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, اے اللہ جناب زہرا کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما, اے اللہ زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما, ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما,
اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما, جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما, شیان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, اے اللہ اس دنیا محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما, اے اللہ ہماری مختصر سی دعا کو قبول فرما, اے اللہ اس دنیا میں خاتمہ بخیر فرما, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, اللهم صل على محمد.